ورشه بهارات وملح والبدكونية ورشه ملح. قديش ما بدي اقول طعم يعني بعد ما دقتي طبعا، بس قديش الريحه تبع السيب او البورتشيني طيبه رائعه سبحان الله. هالنوع من انا بحبها شوي على الدنتي هي يلي ايه انا خليه على الدنتي اكيد نعم نعملها الطريقه الايطاليه مظبوطه. هلا بدي اقول شغله انه هذا النوع من الفطر صار اليوم بيزرعوه بالصين، هو بيطلع بجبال القلب. صرنا اليوم نلاقي بالاسواق بورتشيني او سيب فروزن موجود بقلب كيس من الصين، نصوره فطر جاي ميد ان تشاينا. نايس اوكي نايس منيح برافو مش غلط. باب اول باب ثاني وارخص شوي فينا نشتري. بدي ارجع عيد اول شيء بدي ارجع ارحب فيكم من جديد. الريزوتو على النار بلشنا فيه زيت زيتون كراد اللي هو البوارو، فينا كمان نحط بصل عادي، جينا حطينا فطر شامبيون دو باري كونه متواجد عندنا اكثر، جبنا كمان من الدراي سيب مشروم او دراي بورتشيني مشروم اشترينا منهم، نقعناهم بالمي وعم نستعمل من بعد ساعتين بلشنا نستعملهم قصيناهم وحطيناهم بقلب الريزوتو، اوكي؟ وكمان عم نستعمل الميات تبعولهم، طلعوا المي تبع السيب، انا رح اضيف شوي صغيري انا هلا، والنوع الرز يلي بدنا نستعمله مشان نحصل على ريزوتو ايطالي بامتياز طبيعي نخلطه للرز كمان الاربوريو، اوكي؟ طبيعي نخلطه للرز ما بيأثر شو يعني نخلطه؟ حركه ايه لازم هو هيدا الريزوتو لازم نحرك، كل ما تلاقي انه نشف الريزوتو لازم نضيف له من المرقة اللي بتكون عم تغلي لك وين المرقة قدامنا، ما لازم تزيدي له مي مسقعة ما يوقف الغليان تبعوله والا الحبة بحياتها ما بتطلع عندك الدنتي، الدنتي معناتها مستوية من برا وبالنص عند النوى تبعولها خلينا نقول بيقرش بعده شوي صغيره ماشي. وكمان يعني هذه ما في حطها على نار وتحضر موفي ابدا، ونجاحها هي انه بعدم اضافه الكريم فريش عليها. انا عندي كريم فريش ما راح اضيف عليها لانه اذا بتضيفي عليها بتبين انه مشلغني مع بعضها قاعده مع بعضها، ما لازم احطها، لازم انا بشطارتي خلي حبه الرز تعشق حبة الرز اللي حدها وتعمل كريم. هطلع غنية برافو عليك. هلا بقول لها اوكي امور توا اوكي طلع أوكي. شوفي كيف هون شو صار هلا نحن عنا الرز هلا بلش ينشف، شفتي كيف؟ شو بعمل انا هلا بهاللحظة؟ نزيد الصوص اللي موجود عنا اللي هي المرقة يلي عم تغلي وبيضل عندي الغليان ماشي، اللي بدي اياه منك انا هلا حركة انه نخفف النار شوي صغيرة ووصفة الريزوتو عم يكتبوها كمان قدامهم وحركي نتفه صغيره حتى هو الرز اللي واقفين على الجوانب نازليون، واذا شفتي لزق شوي صغيره بشي محل لزق شوي نتفه صغيره اوكي ها بس اعملي هيك وخلاص هلا بطل ملزق وهودي الحبوب يمين وشمال بنزلهم كلهم احلى ما يضلوا نايين اخر شيء مش مزبوط لانه ما بيكونوا حبي. اوكي برافو عليكي كفي هون. وبما انتم عم تكتبوا كمان الوصفه انتم راح تشوفوني انا هلا عم بقلب من الطنجره، طلعوا هالطنجره الحلوه انا اللي هون طلعي ومين اجمل؟ ريزوتو ولا برغل؟ لا برغل يا قلبي انا. هالبرغلات اللي هن حمر صاروا اللي هن نيين سكبتهم على صلصه البندوره اللي عم تغلي أوكي. وبقلب صلصه البندوره كان في عندي من البصل من الزيت ومن الفلفله صفرة وحمراء وفيها تكون كمان خضراء. اوكي. اوكي؟ شو بعمل انا هلا طلع عندي بقدونس يعني هذا برغل البندوره وبصل اخضر؟ لا مش برغل البندوره، برغل البندوره يعني برغل بس مع بندوره، هيدا سلطه برغل. اوكي. طلعي فيها شو بعمل انا هلا طلعي شو عم بيصير؟ طلعوا شو عم بيصير انا هون عم نزل البرغلات على البصل الاخضر على الفلافل كمان الحمراء والصفراء طلعي شو حلوين واو بتعقد. هلا بتشوف الطعمه شو طيبه وهي سلطه البرغل على الطريقه الجبليه اللبنانيه بامتياز. وهلا بتشوفي كمان الجمال تبعولها والريزوتو يا رولا ادلي لك بيلزق ما لضل بدنا نضل حده هي لزق شفتي؟ لا يلا ها اوكي اوكي انتبهوا ها شفت كيف رولا نسيت الموضوع لا مش الحال كل ما ينشف مش الحال فكفكتون فكفكتون برافو عليك شوي شوي وهذا كمان غلط ما لازم نرتكبه نرجع نزيد شوي صغيره وكفي يا رولا. انا هلا هون اللي راح اعمل طلعوا في نتفه صغيره هيك انا راح اجي واو يا شيف شادي طلعوا شو عم بعمل بهالبرغلات طلعي هون يا رولا شو عم يصير قربي شوي صغيره اذا بدك هيك من خارك وبلشي شميلي هالريحه اللي هي هون كثير غريب الشيء بتعقد هلا بتشوف قديش طيبه هيك وهلا شوي تعتبر سلطه سلطه البرغل هيدي بتعقد بتجنن مش ضايقتها بعد كثير هلا بتشوفي كمان شو حلوه هون الملح الفلفل كمان الاسود وهلا الملح وكان كمان عندنا الفلفل كمان الحلو بهالطريقه هيك ورش صغيره من زيت الزيتون بعد مع انه الوصفه فيها نص كوب من زيت الزيتون وهلا بيكتبوها كمان قدامهم الرز يا رولا او الريزوتو يلا
طلعوا شو حلوه، وانا هون بكون جاهز بطريقه حلوه. انتقل هلا حتى اسكب هالسلطه بقلب صحن بيعقد بجنن هيك بهالطريقه الحلوه. طلعوا كيف، واو، وطلعوا هالسلطه البرغل اللي هي من البرغل يلي منقوع بصلصه البندوره الحمراء اللي عم تغلي مع الخضره. واو ما اطيبها. هلا كنا رح ندوقها بعد شوي صغيره، رح تكون بتعقد بالجنب. طلعوا الالوان، طلعوا هالطبق قديه حلو بهالطريقه كمان الحلوه، عن جد كثير طيب. اوكي دان الريزوتو انا هلا هون، كيف الوضع؟ رائع. واو بلشنا الريزوتو هلا نحصل عليه. انا بدي هلا الكاميرا بعد شوي صغيره، اوكي، وتركي تركي العجه مع طحين الحمص. طلعوا هالريزوتو بلش انا عندي يجمع على بعضه، طلعي الكريمه بلشت تتكون عندي بلحظه بين الحبه والثانيه، وبعد الحبه طلعي ها بتقدري تضربيها هيك، بعدها كمان ني، يعني بعد بده حوالي اقل شيء خمس دقائق، وباضافه كمان من المرقه عليه من فوق. اوكي هلا بدنا نحضر طبق كثير حلو، بعد الطبق الثالث الرابع الخامس لليوم، مزبوط، لانه هيدا الاول، هيدا الثاني، هيدا الثالث، البرغل الرابع، هلا الخامس. مقلي هيدا الطبق رح تحبيه كثير وما رح تحزري شو هو. يلا جو. مقلي ولعنا، اوكي، بعد ما ولعنا المقلي حطينا زيت زيتون، واذا بتحزري شو اسمها هيدي الصلصه اكيد المشاهدين رح يحزروا بعد شوي، اوكي، واذا بتحزري شو هي رح اعطيكي عجة بيض مع طحين الحمص والبصل. مش وشني الفريدو مع تشيكن. حبيت الموضوع؟ يلا لكن عندنا الريزوتو مع البورتشيني ولا اطيب من هيك، وكمان عندنا التالياتيلي او الفيتوتشيني او التاليوليني او الباباديلي الفريدو مع جيش. برا يلا يا شادي انا هون تنرجع هيك نتفي صغيره. طلعوا كل شيء جاهز انا عندي هون، ويلا يلا يلا بلشنا. بصل، هي ما فيها بصل، انا جاي على بين البصل، انا بحط بصل ما معقول، لانه خلص لانه على فكره انا ما بطبخ خير واحد بطبخها، لكن بتعرفي لانه في اشياء تراديشنال معموله وفي اشياء نحن بنحور فيها، يعني بنزيد لو من هيك، عرفتي كيف؟ فهيدي هي بتنعمل شوي صغيره من الثوم، بعدين هالفطر الحلوين طلعوا البصل الحلوين. واو هلا بتشوفي الطعمه تبعيتها. اوكي انتبهي، برجع بعيد الوصفات اللي نحن عم نعملهم دائما هون، وصفات الشيف شادي، ممكن حدا ثاني شيف ثاني يعمل وصفه ثانيه تكون كمان طيبه بس تكون معدل عليها بطريقه مختلفه. اوكي كيف الريزوتو؟ يلا بدنا نحط لها مرقه، مرقه كمان، شفتوا كيف؟ هيك نحن بنقدر نحصل على ريزوتو كريمي. واو. بامتياز. هلا واو. في شيء بده يجي بعد شوي اسمه مانتيكاري اون ريزوتو، جاي من فعل مانتيكاري. مانتيكاري شو بدي اقول لك؟ اي من فعل مانتيكاري، شو اللي خصها انا؟ اللي خصها انا ما اللي خصها. ليك هون شو بده يصير؟ عندي البصل، عندي الثوم والفطر الابيض الجميل جدا، طلعوا كيف؟ وبعد الفطر الابيض الجميل جدا بنروح على الدجاج المسلوق او المشوي، طلعوا كمان كيف؟ هيك كمان اطيب بكثير، واو، هذا الجمال بهالطريقه هيك، وانا بدي بلش هون بهالطريقه الحلوه. كيف وضع انت عندك؟ رائع. هون عم نعمل الفريدو مع تشيكن، يعني حطينا بصل، حطينا توم، حطينا الدجاج، حطينا الفطر الابيض شامبيون دو باري، وانا اسمحي لي بس صغيري وهيدي علوميه بس بعتقد ليه بيعملوها، بس عملوها الا وهي؟ وهي انه المي اللي نقعنا فيهم الفطر البورتشيني فينا نستعملهم نحطهم بالالفريدو، وهيدي علوميه وشطاره من الشيف اذا بيعملها. والله حلوه. لما بتعطي الطعم الهائلي، طلع شو عم بيصير، ها؟ ليك الميات هون ما حدا بيعرف انت السر من وين جبتي. اوكي كيف الوضع عنا هون؟ يلا واو، طلعوا الريزوتو هون كيف كمان عم يعشق بعضه بهالطريقه، وهلا بيوصل وقت اضافه الفطر الابيض الباقي عندي، طلعي هلا هون بالاخر. يلا وكمان هلا هون كمان علوميه انه نحن على الريزوتو زيت زيتون، وبعد دقيقتين الريزوتو بيكون جاهز عندنا. زيت زيتون، كلمه مانتيكاري، مانتيكاري اللي قلناها قبل بشوي، هي قبل الريزوتو ما يتقدم لازم ينخلط بطريقه سريعه مع الزبده ومع جبنه البارميزون. هالطريقه هالخلطه او هالطريقه الخلط بسموها التليان مانتيكاري الريزوتو، اوكي، اللي هي اوكي هي خلط الريزوتو مع الزبده ومع كمان او زيت زيتون، بس اكثر شيء زبده مع شبنه البارميزون المبروشه. اوكي كيف الوضع انت عندك هلا هون؟ انا حطيت نقطه زيت زيتون مشان كمان طعم الموضوع. بده نقطه صوص. اوكي وطلعي كيف، يلا جاي هون
انا ما اقول ليش هلا انا ها وجينا ولعنا حبه كمان طلعي فيها. لا اللي رح اعمله انا هلا خلينا ندوق انا وياكي انا وياكي يلا يلا لانه عم بدهم هيك نجيب الريزوتو هيك طلعي كيف انا ثلاث دقائق بعد لا بس بحس انه نار شو ما بقى بتذوق ستوب ابدا يلا عم طفينا طفينا بعد دقيقة بنحط الزبدة وبنحط البارميزان وبنقدم. اما هون طلعوا هلا واو الدجاج مع هيدا هون هيك. هلا بحط الكريم فريش يا شيف شادي رح فرجيكم هذا الكريم فريش عليها او اذا بدكم صلصة البشاميل بس نحن بنحب الكريم فريش اكثر بالالفريدو ريزوتو. بعد ما خلص انتبهي وهون بس تغلي الكريم فريش بنضيف عندنا التلياتيلي اللي انا عندي مسلوقين او بسلقهم دغري ويلا تننهي موضوع الريزوتو. واحد منبلش عندي الزبده طلعوها هلا عم نعمل مانتيكاري حطينا الزبده هون طلعي كيف كمان الزبده كمان الثانيه بنروح على عجمه البارميزون طلعي فيها هون هيك يا سلام بنروح كمان عنا على البهار الحلو بهالطريقه يلا بعد ما عندي والبهار كمان يا ربي طلعي هون الحلو وهيدا الملحات الحلوين وهو التلياتيلي نزلناهم كمان لهون هيك وجاي لعندك كمان وهو التلياتيلي شو حلوين هيك رائع شايف شادي وهون ومنزلهم كلهم ونخلي اللي عنا اياهم وهلا بنرجع عليهم بعد شوي وتطلعوا بلشت التلياتيلي الفريدو مع تشيكن بتعقد بتجنن ليكي هون الطريقه اعطيني اياها لهون هيك بس بليز ليكي كيف وبالايد هيدي كمان الطريقه اللي بنعملها تطلع كيف هوب 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 شفتيها؟ هاي الطريقه لازم للريزوتو ومع بس الريزوتو ما عاد يطرطشني كون جاهز ولو هيدي هي الطريقه والله العظيم عم بحكي بس انا اعمل هالطريقه هيك وبعد تيجي علي المي على جسمي بكون هو يعني الكريمه مضبوطه ليك كيف معلق ببعضه وراح فرجيهم كيف بينزل الريزوتو بقلب كمان اطلع هون الصحن طلعوا طلعوا الصحن طلعوا الريزوتو كيف بده يكون واقف واقف طلعوا مش مي طلعوا ريزوتو هذا هو الريزوتو بورشين المضبوط هذا هو اللون المضبوط اوكي هيدي هي الوصفه المضبوطه بطريقه بتعقد ابدا وهيدا من تصنيع رولا بقسمط واو بيعقد بجنن يا رولا اما انا هون نرجع واخر اخر وليس ما بيقولوا خاف طلع هون كمان تننهي التلياتيلي مع الفطر ومع الدجاج ننهيها بشويه ملح بالاخر بشويه بارميزون على وجهها زيت زيتون على وجهها يا شيف شادي وكمان عندنا شو قلنا شويه ملح كمان على وجهها هيك وبلشنا هون ننهي ننطر شوي صغيره بصير عندنا الصلصه جاهزه والالفريدو جاهزه مع الباستا على طريقه تيرول انت وقفي تمك عن العمل كمان عندنا الريزوتو كمان اي بورتشيني بطريقه بتعقد عندنا البرغل كمان على الطريقه اللبنانيه وهذا الصحن هون ناطر هلا التلياتيلي رح تيجي بعد شوي روعه فينا ننهي اليوم على نص الصباح شكرا كثير للجميع وصلنا كثير بتعقد اللقاء اللي بكره معكم مع الحلقه عليها ما بدي اعطيك التلياتيلي الفريدو لا بليز ليه ابدا ما هي اطيب واذا كان ان هي عالم الصباح ازل بليز طيب اوكي خلص رح ياكلون رح ياكلون يعني بالنهايه على كل حال كل حال رح نضطر انه ننهي تا يصير في حديث بيني وبين الشيف شادي بكره عالم صباح جديد ان شاء الله بشوفكم بكره انا بشوفكم نهار السبت باي